أخفك في الماكس ياسر. شرعت مديرية التجارة لولاية عنابة في سلسلة من الخرجات الميدانية رفقة الشركاء الاجتماعيين ممثلين في مصالح الدرك الوطني الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين المصالح الفلاحية في سلسلة من الخرجات الميدانية على مستوى سوق الجملة للخضرة والفواكه بالبوني، وذلك للوقوف على عملية تسويق مادة التفاح ومراقبة الأسعار وضبطها ومتابعة سلسلة التوزيع من خلال مراقبة الفواتير وصولات الشراء، وذلك لضمان تتبع السلسلة وتحديد هوامش الربح.